تشيتشا استبقت مع عائلتها عيد نوروز بعشرة أيام تحضير الأكلات والملابس الخاصة استعداداً للاحتفال بالعيد القومي الكردي والمشاركة بالفعاليات والنشاطات التي تقام في العادة بالأماكن العامة. حضرنا أكلات مختلفة مثل الكباب والسلطات واللحم من أجل شوائه. الجو جميل جداً اليوم. أنا كفتاة أستعد عادة لهكذا يوم. هذه السنة تحضرت قبل 10 أيام. أتممت خياطة الزي الكردي كنوع من الاستعداد التقليدي لهذه المناسبة. اللعب في الهواء الطلق والشواء ومشاركة الأكل بين العائلات طقوس اعتادتها العوائل في يوم نوروز. سانار مواطن كردي تحضر جيدا هو الآخر وظهر بثوب جديد برفقة أولاده. في كل عام وفي 21 من شهر آذار يحتفل الكرد بهذه المناسبة، ونحن سعداء برؤية الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان يحتفلون بيوم النوروز، ونحلم بيوم تتأسس فيه دولتنا، وهو يوم مهم للكرد. فسحة الاستمتاع والاحتفال بالمناسبة الكردية وجدها مواطنون عرب دخلوا إقليم كردستان لمشاركة الكرد احتفالاتهم. يصطحب نعيم أحد أقاربه القادم من بريطانيا للمشاركة في احتفال هذا العام الذي يقام في أربيل كسائر المحافظات الكردية. نوروز يجمع جميع الطوائف. إقليم كردستان هو عراق مصغر يجمع كل الأديان والطوائف وإلها خاصية. جينا من بغداد لهذه المشاركة ولهذه المناسبة. السلطات في العراق منحت المواطنين غير الكرد عطلة ليومين استثمروها في زيارة إقليم كردستان، بينما منحت السلطات الكردية مواطنيها إجازة امتدت لأكثر من أسبوع لإحياء فعاليات يوم نوروز الذي تتنوع فعالياته بين زيارة المناطق المفتوحة وارتداء الأزياء الكردية التقليدية والمشاركة في احتفاليات جماهيرية واسعة يحضرها آلاف المواطنين من مختلف المناطق الكردية الموجودة في العراق وتركيا وإيران وسوريا. بعد عامين من التوقف بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا، عادت احتفالات نوروز هذا العام لتعلن يوما جديدا لحياة ربيعية بانت بشائرها في إقليم كردستان الذي استقبل مئات السائحين للاحتفال بهذه المناسبة. سلمة القاص، الحرة، أربيل.